مدرسة محمد سليم زكريا 26/2/2015 مركز استفتاء خالي لا يوجد أحد. محمد صلاح الدين الأيوبي، مدرسة صلاح الدين الأيوبي، حي العوينة، وقوف الشبيحة أمام وقوف الشبيحة أمام المركز. الأهلي لم تقم باستفتاء هذا الدستور الفاشل، لأنه دستور قتل. مدرسة أحمد بهيش ومركز استفتاء خالي على الدستور الإبادة الجماعية في سوريا. وقف. مدرسة محمد أحمد خضير مركز استفتاء في مدينة اللاذقية حي الأشرفية خالي بالكامل على هذا. مدرسة سيف الدولة مركز استفتاء خالي. مدرسة عدنان المالكي حي الأشرفية. يلا دستور بقى يا اخي، يا بشار يا حيوان يا بشار. غور غور اضرب انت والدستور. دستور المسخرة مسخرة. اللاذقية مدرسة صقر قريش، كيفك فيها؟ ما في حدا عم يجي يستفتي على الدستور يا حبيبي. اللاذقية الرمل الشمالي شارع الجمهورية مدرسة طلال ياسين. الشهيد طلال ياسين مركز استفتاء على قتل السوريين وذبحهم. مركز استفتاء على قتل السوريين وذبحهم. فارغ من الأهالي. مدرسة الشهيد البطال يوسف العزم صانع الجيش الحر الأبي السوري مركز استفتاء خالي. قناة الدنيا هم الملايين يقومون بالاستفتاء على هذا الدستور مسخرة. خادمون عليك يا بشار. دائرة الامتحانات في مدينة اللاذقية، مديرية التربية اللاذقية 26/2/2012 مركز استفتاء على الدستور الفاشل. لاحظوا هذول الذين ستقول قناة الدنيا عنهم بأنهم بالملايين الذين قاموا باستفتاءهم. هم يا بشار الأسد يا زنديق قادمون عليك. مركز استفتاء في مديرية مالية محافظة اللاذقية إقبال بالملايين. إقبال بالملايين. وهم الذين الشبيحة الذين يصوتون على قتلنا. أنت وشبيحتك ذاهبون أيها الوغد. حشي.